خلال الفترة الأخيرة بقينا بنسمع كتير جداً عن البودكاست، وفجأة وبدون أي مقدمات البودكاست ده بقى هو الترند رقم واحد، لدرجة أنه كتير جداً من صناع المحتوى سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك أو أي حتة اتحولوا لعمل البودكاست. وهنا كان لازم نسأل نفسنا ونقول هو يعني إيه أصلاً بودكاست؟ وهل اللي بنشوفه حوالينا في كل السوشيال ميديا والتلفزيون ده اسمه بودكاست ولا إيه هي الحكاية؟ عشان كده هيكون دلوقتي معنا مداخلة مع الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن. في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه سر انتشار البودكاست بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة؟ أهلا بيكي سعيد. طبعا أنتوا بتتكلموا في موضوع شغل الناس فعلا وترند الكام شهر الأخيرة دي، لكن هو طبعا مش جديد خالص. أنا يمكن من 2015 مثلا كان أول مرة أحضر محاضرة في مصر عن ما هو البودكاست، لكن يمكن اللي حصل الفترة الأخيرة إنه توفر الإمكانيات التقنية لي يعني تسجيل البودكاست ونجاح بعض النماذج منه دفع كتير ان هم يعني يكرروا التجربة، زي كده لما حصل في موضوع الانفلونسر والبروجر والكلام ده، لما لقوا الناس على اليوتيوب بيعملوا ارباح فبقى كتير بيعملوا كده. اعتقد البودكاست كمان فتح الباب لمجالات كتيرة، يعني ان هي تدخل يعني الناس كتيرة انها تدخل وتجرب، لكن يمكن بشكل فاق الحد اللي ممكن نقول يناسب الجمهور. وعشان كده خلينا نقول ان احنا هنبدا بقى مرحله فرق، يعني هيبدا الناس تختار بعد كده ايه اللي تتفرج عليه. زي ما حصل بالظبط في السوشيال ميديا قبل كده، هو على السوشيال ميديا بلاتفورمز يعني هو زي اي يعني تطور رقمي جديد في الانتاج الاعلامي، بيحصل انه الناس بتقلد والناس بتنسخ، ومع وجود منصات كتيره وموجود كمان الابلكيشنز بتاعت الاغاني بقى بينزل عليها بودكاست، فبقى في اتاحه يعني طالما لقوا وسيله للبث بجانب طبعا البودكاست المصور. ده مثلا ما كانش موجود لما احنا درسنا البودكاست في البدايه، ما كانش موجود موضوع البودكاست طبعًا. المصور اللي ينزل على اليوتيوب ان في اتنين بيكلموا بعض، لكن لقوا ان في ناس بتفضل انها تتفرج على الناس وتتكلم مش تسمعه بس. يعني البودكاست كان معمول بالاساس عشان الناس تسمعه في المواصلات، مظبوط، يعني زي الكتب الصوتيه، زي اي محتوى صوتي، زي الراديو بالظبط. طب هل حضرتك شايف ان اللي بيتقدم ده بودكاست فعلا ولا مجرد ناس يعني عاجبها الفكره؟ يعني بتهيألي ان البودكاست زي ما حضرتك قلت الاول كان صوت فقط، وبعدين دلوقتي بقى صوت وصوره، وبعدين بعد كده بنشوف في برامج على التلفزيون عامله بودكاست، والمفروض ان هو يعني يبقى بس على الانترنت على حد مفروض. علمي مفروض. فحضرتك شايف ان ده ايه؟ هو في مرحله تجريب، لكن خلينا فكله بيجرب، كله بيستخدم ادواته. يعني لو واحد عنده شاشه، عنده منصه اونلاين وعنده شاشه تلفزيون، يقول لك ما انا احطه على الاثنين. لكن الصح او اللي احنا درسناه ان البودكاست لازم يكون بيقدم حاجه ما ينفعش تتشاف، يعني حاجه ينفع تبقى بالصوت. وهو عباره عن نوعين، يا اما شخص بيتكلم في قضيه معينه وهو بس اللي بيتكلم فيها، يا اما حاجه اقرب للحوار، ولكن حوار بيعتمد اكتر على عنصر الصوت، يعني بيعتمد اكتر على ان انا مش محتاج اركز مع الملابس، مش محتاج اركز مع الديكورات. طالما دخلنا في الموضوع الديكورات والملابس والاضاءه، احنا كده بنعمل انتاج تلفزيوني، هو حوار تلفزيوني. ولكن يعني مثلا يمكن الفرق ما بيبقاش فيه لقطات، ما فيش ان انا اخرج فاصل، ما فيش ان انا اسمع راي جمهور. لكن البودكاست الاصلي اللي احنا يعني عارفين تعريفه هو محتوى صوتي فقط، وهو بيكون صوتي فقط لان المحتوى بتاعه او الكونتنت بتاعه بيكون المفروض ان هو حاجه بتشد الانتباه جدا جدا جدا، فما بتبقاش محتاج ان انت تشوف صوره. بالتاكيد. وكمان يكون الموضوعات مش نفس الموضوعات المطروقه في التلفزيون، ناس بيدوا خبرات معينه، ناس بيدوا نصايح، وما بتبقاش كمان طويله. يعني المفروض ان احنا يعني يبقى 30 دقيقه 45 دقيقه عشان حجم انتباه الانسان وهو سايق، او حتى هو واقف في المطبخ، او حتى هو بيسمع قاعد بيسمع عادي، يبقى 30 دقيقه 45 دقيقه متقسم 3 4 سيجمنت. لكن احنا مثلا في بودكاستات موجوده على اليوتيوب وعامله نجاح كبير وكل حاجه 3 و4 ساعات. فده في دي معناه ان انت عشان كده بيبداوا يجزئوها ويستخدموا التقنيه. فخلينا نقول ان هي كلها محتويات او انتاج رقمي، لكن مش كلها ينفع تبقى بودكاست بالمعنى الحقيقي للجمله للكلمه. فاللي عايز يدخل بودكاست لازم يبقى محدد هو هيعمله زي ما يقول الكتاب، ولا هيعمل منتج رقمي وهيسميه بقى بودكاست دي بتاعته هو يعني. طيب حضرتك شايف ليه البودكاست بقى ترند وقريب قوي من الناس؟ لا بصي، هو موضوع قريب ومش قريب، هي بتبقى مراحل. يعني ممكن بعد فتره يبقى حاجه ثانيه. انا عايز اقول لك من سنتين مثلا او وقت الكورونا كان الترند هو التيك توك.
كله بيعمل فيديوهات قصيره، كله بقى بيعمل برودكتس والكلام ده كله. يمكن توفر المايكات وتوفر زي ما قلت لك الابلكيشنز اللي بتنفع التذيع ده، وان الموضوع مش محتاج مهندس صوت محترف، ده زود موضوع البودكاست في الفتره دي. في بعض الشباب بعض الناس فعلا بيحاولوا يعملوا حاجه مميزه، هتلاقي بودكاست متخصص في مهنه، متخصص في صناعه. في بودكاست مثلا شباب بيفهموا في مجال الصوت عاملين بودكاست مع المعلقين الصوتيين ومع اللي بيعملوا دوبلاج. فاذا دي يعني برضو كل ما يكون البودكاست متخصص كل ما بيقرب اكتر من الملمح الاساسي بتاعه. مظبوط. او يكون شخص يعني ربنا مديله مهاره الكلام وعنده موضوع فبيطلع يعمله. اما البودكاستات اللي شايفينها الفتره الاخيره بتاعت ان انا في الاخر هطلع احاور فنان، ينفع كده كده اعمل مع نفس الحوار ده في برنامج تلفزيوني؟ ينفع. هو بس مجرد استخدام الاسم بس اليافطه، لكن مش معناه انه بودكاست حقيقي يعني. يعني حضرتك شايف ان هو ممكن يكون موضه وهتخلص، ولا هو اللي جاي في صناعه المحتوى؟ لا لا لا، صناعه المحتوى دي كل فتره هتفاجئنا، لان انت ممكن الذكاء الاصطناعي بعد شويه يخش نلاقي بودكاست معمول باصوات ناس متوفيه وبنسمع قصه حياتهم. لكن هو هيبقى مرحله فيها زياده جدا، وبعدين هتبدا تحصل فلتره بقى، لان في الاخر الميزه الارقام هي اللي بتبين ايه الناس بتتفرج عليه او بتتابع ايه. ده غير طبعا ان المفروض بعد في الحد دلوقتي هو غير مربح الا طبعا اللي بينزل على اليوتيوب. فالمفروض ان لما سمعنا عنه في امريكا بيبقى في رعاه للبودكاست، فعشان يبقى في رعاه لازم يكون عندي مين اللي بيسمعك، واللي بيسمعك ده انت مستهدف مين؟ يعني انا هحط ليه راعي؟ هبقى راعي ليه البودكاست؟ انا مش عارف مين جمهوره حتى لو بتسمع كتير، نتيجه ان مفيش تركيز على موضوع معين يعني. الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، نشكرك جدا على وجودك معانا.